في الو 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 مرحبا مرحبا بك. السلام عليك يا اخي العزيز. عليكم السلام. انا مصطفى الاغا من ام بي سي، تعرف عليك؟ يا مرحبا استاذ مصطفى، حياك الله. اهلا وسهلا، تعرف عليك؟ علي حمد المنصور. علي حمد المنصور، منين يا نعم. منين يا اخ علي؟ من السعودية نجران. والنعم فيكم كل اهل وزعفي لاهل نجران. مع السيد استاذ مصطفى. نعم. ها علي احمد منصور علي. صح؟ لا علي حمد يا استاذ مصطفى. علي حمد آل منصور. علي حمد آل منصور، اعطونا ورقه وقلم. علي حمد نعم. آل منصور. شو تشتغل يا اخ علي احمد؟ علي حمد والله انا متقاعد يا استاذ مصطفى. متقاعد في وقتها؟ ايوه بس صوتك صغيرون في وقتها. لا والله ماني صغيرون يا استاذ مصطفى، كبير شوي. يعني كم عمرك يعني؟ 25؟ 55 طال عمرك. صغير، انا اكبر منك بخمس سنين. قد يا مصطفى العمر كله يا استاذ مصطفى. صغير. تعال يوسف. عزيزي انت كم مره صرت تشارك بالحلم؟ ثلاث سنين. طب ما مليت؟ لا والله ما مليت يا استاذ مصطفى. ليش؟ انا لو محلك مليت. حلمي. اه انا اطرد حلمي. شو حلمك؟ هات لنشوف. والله حلمي انا مديون استاذ مصطفى، وباقي ديوني. على صريف معناته انت؟ ما لا والله ماني صريف استاذ مصطفى، ولكن ديون. ايش نسوي؟ ديون الاردن. عليك ديون كثير. قديش عليك ديون يعني؟ 100,000. على 475,000. معناته ولا رح تاخذ جائزه ما حيضل لك منها ولا شيء. حيوحشنا. ايش نسوي يا استاذ مصطفى؟ في هذه الايام اكيد بنجران، في هذه الايام بتوحشنا. يا علي حمد آل منصور، متجوز وعندك اولاد؟ نعم. متجوز، كم ولد عندك؟ والله متزوج طال عمرك، وعندي 6 اولاد. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم يا رب. الله يخلي لك. الله يطول عمرك. انا احيي فيك اصرارك على انك تشارك، بس دير بالك على قصه الديون يا اخي، يعني على قد الحال رجليك. صح ولا لا؟ صحيح. نعم صحيح، كلامك صحيح. يعني هلا الديانه اذا هن متابعيننا على البرنامج حيجوك. طلع. حيجوك بعد البرنامج حيدقوا لك على الباب. الله يعينك. انت علي حمد آل منصور من نجران. يوحشنا. من المملكه. نعم. العربيه السعوديه. نعم. اسمع الشويتين دول، اعطونا شويه موسيقى. لك موسيقى مو زقفه. موسيقى 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 مرعبه مو هي. يا علي حمد آل منصور من نجران. نعم. المديون. نعم. ب450,000 ريال. نعم. مبروك عليك 150,000 دولار. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يلا استاهل استاهل. الله يبارك فيك. استاهل استاهل. انا لابس اسود لاني عاشوا نجران. مبروك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اسمع اسمع. نعم. بيبقى لك منهم كم ريال بس؟ لأنه أنت عليك 451,000. نستثمر لك 70. أنا هربت لأنه مشان لابس أسود لأنه. ها ألف مبروك. الله يبارك. شو تقول في هذه المناسبة السعيدة لك وللدياني؟ أنا أقول أقول فرصة سعيدة نسمعنا صوتك، وشكرا للحلم، وشكرا للبيت، وشكرا للأستاذ مصطفى. أهلا علي. نعم. للديانة شو تقول؟ تعا ولا تيجي وكذوب علي. غير رقمك. غير رقمك. غير جوالك. غير جوالك. طيب خلينا نروح لفاصل وراجعين.